هذه تصلح خليوها، وهذه هذه تعش كيفاش طيشها، شنو طيشها ليل الخساره. سليب يذني في ليل الخساره مع حمادي بربيشه في ذات راديو اي اف ام 100.6 باي. الكلكم تحبوا الموبيليا متاعكم نظيفه وجديده وتبرق برقان، أما بطول المدة الموبيليا متاعكم تبلاح وتفقد اللمعة متاعها، وانتوما تفدوا على الاخر وما تخليوا ما تعملوا وتحاولوا لماكسيموم باش تنظفوا وتلمعوا المبل متاعكم، أما شيء نفع ربي على خطر الماء يالك الموبيليا ويرجعها مبوطة ولي برودوي دونتروتيان بك الحسبة، ولذا ليه الخسارة هذه كلها. حمادي بربيشة لدي الحل. اي جماعه العمليه سهله ماله وما فيها شيء، ما عليكم كان دخلتوا 5 مغارف كبار من الخل الابيض ولا من عصير السيترون، تزيدوا عليهم 5 مغارف كبار زيت زيتونه باي، واخيرا تزيدوا عليهم 15 قطره زيت القارص، هيك الدبابس اللي يتباعوا في المغازات وما يتكلفوا حتى شيء، على خاطر كيما قلت لكم المره اللي فاتت اللي هالدبابس نتاع الزيت اللي خرجوا ريحه بنينه ما همش غاليين، على خاطركم باش تشريوا دبوسه بركه في العام. اوكي توا خلطوهم مليح مليح في وسط فابوريزاتور هيك الدبوسه الفشفاشه، ومن بعد رشوا فوق الموبيليا وامسحوا مليح وحكوا بشيفونه رطبه، وتو تشوفوا بعينيكم اللي الموبيليا متاعكم رجعت فيها اللمعه الجميله. حقا يا جماعه ال 15 قطره زيت قارص مجعولين باش يعطيكم ريحه بنينه للموبيليا متاعكم، باش ما تدخلوليش في لي كومونتير متاعكم ريحه الزيت ومن عاش شنو، كيما كل مره قلتوا لي ريحه البصل في الكهرباء باش تقعد ولا ترى شنو، لا لا مش صحيح، على خاطر كي ركزتوا مليح في الاستيس بتاع تنظيف الكهرباء هنا قلت لكم اتحكوا بالبصل ومن بعد بالقارص، والقارص مجعول باش ينحي ريحه البصل. ايه اوكي يلا ليه الخساره بتاع اليوم وفين، ميرسي خاطر تبعتونا، يد ما في حصه جديده مع حمادي بربيشه، باي باي. الخسارة